للمزيد ينضم إلينا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد سفير أهلا بك، ويعني قولنا كيف تثمن الدور المصري في التعامل مع القضية الفلسطينية ورفض محاولات تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين؟ بداية حضرتك اسمحي لي أن أنا أشيد وأتوجه بالشكر يعني بصفة شخصية إلى السيد رئيس الجمهورية لقراره اليوم أو تعليماته اليوم التي صدرت في اجتماع لسيادته مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التموين بشحن كمية إضافية من المواد الغذائية لقطاع غزة تقدر ب 650 طن من المواد الغذائية. ودوت حق هذه التعليمات أو هذا القرار إن دل على شيء يدل على مدى تضامن مصر حكومة ودولة وشعب وقيادة بنضال الفلسطينيين ووقوفهم هذه الوقفة الشجاعة الملحمية الذي سيشكرها التاريخ أمام العدوان الإسرائيلي الشرس غير المسبوق على الشعب الفلسطيني. القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي قضية أمن قومي. نحن الدولة العربية التي لها حدود مع غزة، وغزة منذ الاحتلال الإسرائيلي لغزة في عام 67 والحكومات الإسرائيلية المتتالية تريد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بشتى الطرق. واقع الأمر أن أحد دوافع قرار أرييل شارون رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق الذي قرر الانسحاب من غزة في عام 2005 أحد الدوافع غير المعلنة لهذا القرار هو أن تتحمل مصر مسؤولية قطاع غزة مع فصله في أي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية عن الضفة الغربية. نحن حق أمام مشهد مأساوي كارثي، لكن في نفس الوقت يجب أن نعي تماما أن وراء هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليس انتقاما لما حدث في 7 أكتوبر، وإنما في حضرتك مخطط أبعد من ذلك وأشمل من ذلك بكثير. تصريح على سبيل المثال، التصريح الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي اليوم سموتريتش الذي قال فيه أنه هيبقى حل إنساني أن أهالي القطاع يرحلون إلى دول أخرى، ده حضرتك هو ربما يعني السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، لكن جوهر تصريحه المقصود به الضفة الغربية، لأن هذا الوزير شخصيا منذ شهر أو شهر ونص تقريبا أدلى بالتصريح التالي بالنسبة للضفة الغربية. قال إن أمام الفلسطينيين في الضفة الغربية ثلاثة خيارات. الخيار الأول القبول بالعيش تحت السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. البديل الثاني إذا لم يقبلوا البديل الأول عليهم أن يرحلوا من الضفة إلى دول أخرى. أما البديل الثالث فما هو على حسب هذا التصريح؟ أما إذا قرروا البقاء والمقاومة فسوف نقوم بقتلهم. ده نفس الوزير اللي قال التصريح بتاع إن الحل الإنساني بين مزدوجتين لأهالي غزة هو الرحيل إلى دول أخرى، هو نفس الوزير اللي قال التصريح اللي أنا أشرت إليه. فنحن ما نراه في غزة اليوم ده مجهود، يعني إذا استخدمت تعبير عسكري ده مجهود ثانوي.
أما المجهود الرئيسي للحكومة الإسرائيلية الحالية واللي هي صهيونية الروح وصهيونية التوجه هو إخلاء الضفة الغربية من الفلسطينيين وإخضاع الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية. نعم. طيب لما بنتكلم عن الاعتراض المصري يعني المتمثل في الخارجية المصرية على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اللي دعا فيه للهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم، عايزك تكلمني أكثر عن الرد الفعل المصري تجاه هذا التصريح تحديدا سيد سفير. حضرتك مصر من سنة 1948 أي منذ النكبة الأولى وهي تطالب وتلح وحاربت وقاومت ودخلت معارك استنزاف وهزمت مرة في حرب ثم انتصرت في الحرب الاستنزاف ثم انتصرت في حرب أكتوبر، كان حضرتك مصر كانت متمسكة بمبدأ واحد هو إنه اللاجئين الفلسطينيين يعودوا إلى ديارهم أو يتم تعويضهم إذا ما قرروا عدم العودة، وهذا في إطار قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل رقم 194. فمصر حضرتك تعاملت مع القضية الفلسطينية منذ 48 حتى الآن من هذا المنطلق، ومصر حضرتك لا تريد وتعمل حسيسا وتبذل كل الجهود الممكنة من أجل عدم تكرار النكبة الثانية. النكبة الأولى من هاجر من الفلسطينيين وتركوا ديارهم تحت عنف ووحشية العصابات السابقة على جيش الاحتلال الحالي واللي كونت هذا الجيش بالمناسبة الهجانة والسترن، وكان بالمناسبة رئيس وزراء الإسرائيل الأسبق بيجل كان زعيم أحد هذه العصابات الصهيونية المسلحة والتي تعمدت عن قصد وعن سياسة وعن استراتيجية لبث الرعب في نفوس الشعب الفلسطيني لكي يترك دياره، وده اللي تم في النكبة الأولى. مصر بتبذل كل جهودها إن هذا المشهد المأساوي لا يتكرر ثانيا، والطرح المصري والسيد الرئيس منذ اليوم الأول لهذا العدوان الإسرائيلي الشرس منذ اليوم الأول حذر السيد الرئيس من محاولات إسرائيل التهجير القسري، وقال في أحد كلماته بعد 7 أكتوبر أمام مؤتمر القاهرة للسلام في 21 أكتوبر الماضي أنه لا لتصفية القضية الفلسطينية ولن يتم ذلك على حساب الأمن القومي المصري. فموقف مصر واضح ونجحت مصر نعم. على طيب. على مستوى القيادة السياسية وعلى مستوى الدبلوماسية المصرية أن توصل هذه الرسالة إلى العواصم التي لها تأثير على القرار الإسرائيلي ومنها واشنطن. اليوم تصريحات آخر تصريح لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن حول هذا الموضوع كانت حضرتك في طوكيو يوم الأربعاء الماضي، كان بيحضر حضرتك اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبعة في طوكيو، وقال عند حديثه في حديث مطول عن عناصر الموقف الأمريكي بالنسبة لقطاع غزة حاليا ومستقبلا، قال لا، والتعبير الإنجليزي اللي استخدمه forced evacuation اللي هو احنا بنقول حضرتك الإخلاء القسري أو التهجير القسري. احنا بنسميه التهجير القسري لكن هو سماه الفورست ايفاكويشن. فالنهاردة الموقف المصري بقى هو حضرتك الموقف الدولي أو على الأقل الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي، وده بيجروني بقى بما أن احنا بنتكلم على تطورات القضية الفلسطينية ودور مصر
تصريح وزير الخارجية الإسرائيلية أمس الذي قال فيه أن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر للشروع وللقيام بهذا العدوان. وده تصريح حضرتك، يعني إحنا ما كنا بنحلل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في البدايات كنا بنقول أن إسرائيل ما كانت تقوم بهذا العدوان بهذه الشراسة إلا وهي عندها موافقة مسبقة من واشنطن. أمس وزير الخارجية الإسرائيلية صرح، وطبعا ده يعني أنا كدبلوماسي لا أعرف كيف وقع في هذا الخطأ، إن هو قال إحنا تلقينا الضوء الأخضر للقيام بهذا العدوان، واليوم الضوء الأخضر أصبح ضوء أصفر، وخلال فترة أسبوعين أو ثلاث أسابيع هو يتوقع أن الأخضر في أصفر هيتحول إلى أحمر، أي التعليمات هتصدر لهم من عاصمة أحد القوى الكبرى أو قوى الفاعلة في المشهد المسرح الدولي تقول لهم وقف إطلاق نار. مصر حضرتك من أول يوم وهي بتطالب وقف إطلاق النار، وتركز مصر الآن بصورة لافتة للنظر في كل اتصالاتها على أي مستوى مع الدول ضرورة، والتعبير اللي استخدمه السيد الرئيس في هذا الشأن كان وقف إطلاق نار فوري ومستدام. ودوت حضرتك مقابل الدعوات التي تصدر من فرنسا ومن أمريكا ومن بريطانيا ومن ألمانيا عن هدنة أو هدن إنسانية. طيب يعني السيد الرئيس رد قاطع، ومصر طلبت على لسان السيد الرئيس بوقف إطلاق نار فوري ومستدام. طيب الرئيس السيسي يا سيد سفير فعلا أكد خلال قمتي القاهرة للسلام والقمة العربية الإسلامية أنه لا حل القضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. شايف إزاي هذا الموقف المصري التاريخي؟ هو حضرتك يعني بالنسبة للنقطة دي طبعا ده موقف مصري منذ زمن، والسيد الرئيس بيأكد عليه، بمعنى آخر أن الموقف اللي السيد الرئيس بيركز عليه في كل كلماته قبل 7 أكتوبر، يعني السيد الرئيس ما صرحش بهذا فقط بعد 7 أكتوبر. يعني اللي يتابع موقف مصر منذ تولي بالنسبة للقضية الفلسطينية منذ تولي السيد الرئيس مهام منصبه في عام 2014 يجد دائما مصر بتؤكد على الحل السياسي، الحل الدولتين. تمام يا فندم كده؟ نعم. السؤال بقى هنا يعني هي مسألة أولويات دلوقتي حضرتك، يعني الأولوية المطلقة دلوقتي إيقاف، يعني التوصل إلى وقف إطلاق نار، ده أولوية قصوى. ثم الأولوية الأخرى، ومصر طبعا بتتابع هذا، هو ماذا سيحدث في قطاع غزة بعد سكوت المدارس، بعد أن تسكت المدارس. بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الماضي صرح مرتين وقال أولا أن إسرائيل هتحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع لفترة غير محددة المدة indefinite، والتصريح الثاني ان هو لا يثق في السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ويجب البحث عن بديل آخر. ده بقى هنا حضرتك نريد ان نتوقف عند التصريحين. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية على لسان أنتوني بلينكين في يوم الأربعاء الماضي رفضت ذلك، قالت لا عودة لاحتلال قطاع غزة. والأهم من ذلك في الموقف الأمريكي، وده موقف يحسب للإدارة حاليا إذا كان ممكن إدارة موقفها المخزي
بتأيد فيه العدوان الإسرائيلي على غزة، وهي اللي أعطت الضوء الأخضر، ممكن نقول موقف يعني يحسب لها، إن هي قالت ولا حصار على قطاع غزة بعد ذلك. إحنا الدول العربية فندم، أنا شايف بقى إن حاليا إن الدول العربية بعد القمة العربية الإسلامية المشتركة وما خرج عنها من قرارات، إن إحنا نعمل من الآن على ضمان مستقبل غزة، وإن غزة لن تخضع مرة أخرى لا للاحتلال الإسرائيلي ولا للحصار الإسرائيلي، ولا تعيش دائما أهالينا في غزة تحت رحمة القنابل الإسرائيلية. وده بيتحتم بقى حضرتك إن مصر تقود حملة عربية وحملة دولية إن مستقبل غزة اللي يقرروا هم الفلسطينيون. بالتأكيد يا فندم، أنا بشكرك شكرا جزيلا السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.